السلام عليكم مشاهدينا، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه تطورات الاوضاع في مدينه الحديده. قال رئيس وفد الحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء محمد عايضة إنهم تعرضوا لسلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامتهم جنوبي المدينة. وكشف عايضة أن الفريق الحكومي نجا من موت محقق صباح اليوم جراء استهداف مقره بثمان هجمات، خمس منها بطائرات من دون طيار وثلاث بصواريخ باليستية. وأضاف أن هذه الهجمات يمكن أن تنسف أي آمال بتحقيق تقدم في ملف الحديدة. وكانت قوات الجيش قد أعلنت اعتراض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي على مدينة المخا. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أنه تم اعتراض الصواريخ والطائرتين قبل أن تصل إلى أهدافها، ذلك دون وقوع أي خسائر. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا تكثف ميليشيات الحوثي من هجماتها على الساحل الغربي؟ وهل لذلك علاقة بتحركات المبعوث الأممي بذات الملف؟ وهل لا يزال التعويل على المبعوث الأممي قائما في إحداث انفراجة في ملف الحديدة؟ نتابع التقرير التالي للزميل ماهر أبو المجد، ومن ثم نبدأ النقاش. عام إلا قليل وملف الحديدة الموكل للمبعوث الأممي بحسب ما آلت إليه مفاوضات السويد يراوح مكانه. لا جديد فيه بعد إيقاف المعركة سوى تسيد حالة لا حرب ولا سلم على المشهد، وهو ما تستغله ميليشيا الحوثي في تنفيذ هجمات تستهدف بها قوات الجيش الوطني بين الفينة والأخرى. وفي هذا الإطار أكد رئيس وفد الحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء محمد عيضة تعرضهم لسلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامتهم جنوبي المدينة، مضيفاً أن الفريق الحكومي نجا من موت محقق جراء استهداف مقره بثمان هجمات، خمس منها بطائرات من دون طيار وثلاث بصواريخ باليستية. هجمات ميليشيا الحوثي امتدت أيضاً إلى مواقع قوات الجيش، وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي فإنه تم اعتراض خمس صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي، ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث تعرضت مدينة المخا في السادس من نوفمبر الجاري إلى هجوم مماثل تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير جزئي لمستشفى أطباء بلا حدود. مصادر محلية قالت إن منازل المواطنين تعرضت للقصف المباشر من قبل ميليشيا الحوثي، مضيفة أن الميليشيا استهدفت عددا من المنازل بقذائف الهاون ما أدى إلى تضررها وحدوث حالة من الخوف والهلع بين الأطفال والنساء. يأتي هذا بالتزامن مع قصف مماثل شنه الحوثيون على الأحياء السكنية في مدينة حيس. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من الحديدة، سينضم إلينا الصحفي بسيم الجناني. سيد بسيم مساء الخير. مساء الخير أخي. أهلا بك سيد بسيم. يعني نتحدث اليوم عن تطورات الأوضاع في جبهة الساحل الغربي ومحافظة الحديدة. يعني هناك مستجدات كثيرة لو تضعنا في آخر التطورات. نعم أخي، كما تطرق التقرير آخر التطورات كان استهداف مقر اللجنة الحكومية المعنية لاتفاق ستوكهولم، ومؤشر خطير طبعا، خاصة بعد إحاطة جريفيث لمجلس الأمن وحديثه عن التقدم الإيجابي في موضوع المفاوضات، خاصة بعد نشر نقاط المراقبة في خطوط التماس في مدينة الحديدة. أعتقد أنه الهجوم مؤشر واضح من قبل الحوثيين بأن الاتفاق أو مستقبل المفاوضات، هذا الاتفاق باتت مجهولة خاصة في الفترة القادمة، خاصة أن أيضا هناك خروقات كبيرة جدا تقام بالقرب من هذه النقاط التي نشرت، وعدم تدخل الفريق الأممي أو الفرق الأممية الموجودة في الميدان لمزاولة أعمالها في هذه النقاط الخمس الموجودة في مدينة الحديدة. وهناك استحداثات كثيرة تقام خلال الفترة الماضية منذ 19 أكتوبر الماضي، نعم، ومنذ باشرت نقاط هذه العمل، وهناك كثير من الخروقات من حفر الخنادق، زرع الغام،
يقوم بها الحوثي، وهو ما يؤكد تنصلهم من الاتفاقيات وعدم التزامهم بأي اتفاقيات سواء سابقة أو لاحقة. طبعا الهجوم كان بطائرات مسيرة، وأيضا هناك هجوم صاروخي انطلق من شمال مدينة الحديدة، وقد شوهدت هذه الصواريخ تنطلق من المنطقة الشمالية في خط الشام باتجاه مدينة المخا مساء أمس أو فجر اليوم. طبعا أيضا هو مؤشر خطير لموضوع الاستهداف المتكرر للمناطق سيطرة القوات المشتركة في الساحل الغربي واستهداف مواقع حساسة مثل هذه. أعتقد أن هناك اختراق كبير جدا وواضح لهذه القوات، وإلا ما يعني كيف وصلت معلومات أن في نفس الوقت الذي تم استهداف الفريق أو اللجنة الحكومية كانت تعقد اجتماع في هذا ذلك الوقت، ما يعني أن هناك اختراق واضح للجنة الحكومية وتحركاتها. أيضا كانت حاولت الميليشيات في الفترة الماضية استهداف مقر اللجنة الحكومية عندما كانت في الدريمي ومقرها في معسكر التحالف، كلها عبارة عن خروقات أو رفض لتحركاتهم واستهدافهم، ما يعني أن أي مفاوضات قادمة هي على المحك فعلا. طيب سيد بسيم، يعني كان هناك حديث خلال الأيام الماضية وتفاؤل كبير على مستوى محلي وإقليمي وأيضا دولي بأن هناك يعني خفض كبير وملحوظ للعمليات العسكرية، وبالتالي كان حجم التفاؤل كبير بأن الأمور تذهب إلى الأحسن. يعني اليوم هناك هجمة مفاجئة واستهداف لمقر الفريق الحكومي في مدينة الحديدة، يعني كيف يمكن توصيف هذا الحدث؟ نعم أخي، التفاؤل كان من طرف واحد فقط، أما من قبل الحوثيين فهم على الأرض الواقع وفي مناطق التماس يقومون باستحداثات مستمرة حتى مع انتشار النقاط. كان التفاؤل من الجميع بعد نشر نقاط المراقبة من قبل الفريق الضباط الارتباط المرتبطين بالحوثيين والمرتبطين بالفريق الحكومي من خلال النقاط التي انتشرت في خطوط التماس وتوقف المعارك أو انخفاضها بشكل كبير جدا خلال الشهر الماضي، نهاية الشهر الماضي وهذا الشهر، ولكن كانت هناك خروقات واضحة وكبيرة جدا واستعدادات، بما يعني أن الحوثيين يعني اتخذوا من هذه الخطوة الأولى عملية كتب الوقت وأخذ النفس وإعادة التمركز ونصب المدافع في حدود مدينة الحديدة باتجاه القوات المشتركة. ولا يعني ولا يخفى عليكم أن هناك هجوم متكرر بشكل يومي جدا على المناطق المحررة في تحيتا وفي حيش، وهناك مدنيين يسقطون بشكل يومي، حتى إن كانت إن كان التفاؤل مقتصر على مدينة الحديدة فقط، ولكن هناك استمرار للمعارك واستمرار للهجوم المتكرر من قبل ميليشيا الحوثي على المناطق المحررة والمدنيين بشكل يومي. نعم، تكرم بالبقاء معي سيد بسيم، وأرحب الآن بضيفي المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور أخي الكريم لك ولضيفك الكريم الزميلة بسيمة الجناني. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، نتحدث اليوم عن آخر المستجدات والتطورات الميدانية في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، كيف تنظر إلى آخر المستجدات في المحافظة خصوصا مع الاستهداف المباشر لمقر فريق الحكومة جنوبي المدينة؟ نعم أخي الكريم، طبعا ما حدث الفجر اليوم في مدينة المخا هو امتداد للحادثة التي كانت أيضا في السادس من الشهر الجاي، هو استهداف المستشفيات في مدينة المخا، إضافة إلى استهداف في منتصف الشهر لمخازن أسلحة لقوات التحالف. وبالتالي ما يحدث في محافظة الحديدة من تصعيد عسكري كبير خارج نطاق ما يتم الحديث فيه في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإحاطة المبعوث الأممي وتقارير الدولية عن خفض التصعيد في الحديدة، للأسف الشديد ليس صحيحا. منذ 18 من ديسمبر العام المنصرم وحتى هذه اللحظة والميليشيات قتلت قرابة 430 مواطنا، إضافة إلى أكثر من 1500 جريح وعشرات الآلاف من المهجرين، مئات من المنازل دمرت، حالات النزوح، حالات فتر الأطراف بالمئات في صفوف الأطفال، حرق المنازل، إضافة إلى الزرع، الحقول، الألغام والمتفجرات، الطرقات الفرعية والرئيسية،
وحتى شواطئ الساحل الغربي، وبالتالي ما يحدث من تصعيد هو بالذات في الأيام القليلة الأخيرة وفي الوقت الذي كان فيه المبعوث الأممي يتلو إحاطته بمجلس الأمن. كانت الميليشيات أصابت ما يقارب 9 أطفال وامرأة في مديريات حيث والتحيت والدريهم فقط في تلك الليلة. وما يحدث صراحة وما حدث الفجر اليوم هو في اعتقادي آخر مسمار في نعش ملف الحديدة، ويتجه المواطن العادي ويتجه اليمنيون عموما إلى التحالف وإلى الحكومة الشرعية أن يحسموا معركة الحديدة، لأن بقى المعركة مفتوحة على حساب أوجاع وقرابة 3 مليون نسمة من أبناء الحديدة. هذه كارثة وصمة عار. يعني سيد عبد الحفيظ بتوصيفك أن هذا الحدث وصمة عار في جبين التحالف العربي. نعم. سيد عبد الحفيظ بتوصيفك أن هذا الحدث ربما سيكون آخر مسمار في نعش اتفاق ستوكهولم، يعني هل بالفعل تتوقع أن يكون هذا الحدث نهاية لهذا الاتفاق؟ هذا أنا ما قلته ويقوله كل مواطن، لكن في الاتجاه الآخر في ما يتعلق بالحكومة الشرعية وقوات التحالف يجب أن توحد القوات المقاتلة في الساحل الغربي، ويجب أن تتوحد كافة الأجندات لأجل أداء اتهامها لأجل اليمن، لأجل الهدف الذي جاء إليه التحالف في إنقاذ اليمنيين واستعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات وإعادتها إلى الحكومة الشرعية. هذا هو ما يجب فعله. الآن القوات لا تزال على بعد 4 إلى 5 إلى 6 كيلومتر من البوابة الشرقية لميناء الحديدة منذ عام تقريبا، وبالتالي باستطاعة الحكومة الشرعية أن تفرض الأمر الواقع، والأمم المتحدة والجهات الدولية لا تؤمن إلا بالأقوى، ستعترف بعد ذلك إن وجدت فعلا حكومة شرعية قوية في الميدان، وإن كانت هناك أجندات للأسف الشديد متقاطعة بين بعض الألوية التي تقاتل في الساحل الغربي. وبالتالي في اعتقادي إذا لم تتوحد هذه الجهود العسكرية في هدف واحد هو استعادة الشرعية واستعادة الحديدة واستعادة كافة التراب اليمني من هذه الميليشيات التي قتلت ودمرت ونهبت كل شيء في هذه البلاد، ما لم فإن التراجع الثقة المواطن العادي بالتحالف وبأيضا الحكومة الشرعية سيتسع وستتسع دوائره الجهنمية، وللأسف الشديد ستتحول إلى باتجاه التحالف وباتجاه الحكومة الشرعية التي ستخسر الأرض والإنسان معا في هذه المحافظة. نعم. إذن سيد عبد الحفيظ تكرم بالبقاء معي، سأعود إليك وأذهب الآن لضيفي الصحفي بسيم الجناني. يعني سيد بسيم، كيف تنظر إلى موقف الحكومة الشرعية من اتفاق السويد بشأن الحديدة، وما الذي يعني يجعل الحكومة تستمر رغم يعني هذه التجاوزات الكثيرة لميليشيات الحوثي؟ نعم أخي، طبعا الاتفاق ولد مشوها منذ بدايته، ولكن الحكومة الشرعية وجدت منه فرصة لإثبات العالم بأن الميليشيا الحوثي غير جادة بتنفيذ أي اتفاقيات مهما كانت ومهما كانت نصوصها، حتى وإن كانت لصالح الميليشيا منذ البداية والتي تتحجج في بعض بنوده يعني تتنصل عن تنفيذ أبسط أو أول النقاط المطروحة وهي موضوع إعادة الانتشار. ولكن وجدت الحكومة كما قلت لك فرصة بأن تثبت للعالم بأن الميليشيا الحوثي غير جادة. هناك بعض البنود التي تلزم الحوثيين بالانسحاب وإعادة الانتشار من الموانئ، وهذه حتى اليوم لم تنفذ منذ عام، وحتى اليوم هذه النقاط لم تنفذ. أيضا المبعوث الأممي يجد من هذا الاتفاق فرصة لإثبات وجوده، أو يعني يحاول التمسك به مهما كانت الخروقات ومهما كانت الأفعال التي يقوم بها الحوثيين والاختراقات لهذا الاتفاق وعدم تنفيذ بنوده. يجد جريفيث من الاتفاق فرصة لإطالة أمد المعارك، لإطالة أمد أخذ نفس الحوثيين في نقاط التماس والحدود على مدينة الحديدة أو حدود المناطق المحررة التي يتخذ الحوثيين منها التمركز وإعادة التموضع. نعم. اليوم مضى عام على هذا الاتفاق أو قرابة العام، ولم ينفذ منه أي يعني أبسط حتى الجانب الإنساني. فشل جريفيث في إقناع الحوثيين بفتح ممر إنساني عبر كيلو 16 أو عبر طريق كيلو 16، وهو من أول البنود التي كانت مفترض أن تتم في أيام رئيس الفريق الميداني الأممي مايكل باتريك.
الذي قدم استقالته والذي رفع تقرير واضح وبيان صحفي أكد فيه أن الحوثيين يعني رفضوا فتح الممر الإنساني والالتزام بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليه بعد اتفاق ستوكهولم من خلال لجنة إعادة الانتشار. نعم، لكن سيد بسيم، يعني هل تتفق بأن ما حدث اليوم من استهداف لمقر فريق الحكومة الجنوبية المدينة قد يكون يعني آخر مسمار في نعش اتفاق السويد، يعني خصوصا أننا يعني شهدنا استفزازات سابقة كثيرة وكان الجميع يقول بأنها يعني قد تكون هذه الخروقات أو الاستفزازات نهاية لهذا الاتفاق، وبالتالي نجد أن الأمور تعود أو يعود الحديث مجددا حول الاتفاق وكلا طرفين مع المبعوث الأممي يعملان على تحقيق هذا الاتفاق. بعد هذا الحدث الأخير هل تتوقع أو تتفق مع أنه قد يكون نهاية لاتفاق ستوكهولم؟ لا أتوقع، ولكن أؤكد لك بأن ما حدث اليوم لن يؤثر شيء. وصول جريفيث اليوم إلى صنعاء يؤكد أن مسار الاتفاق يمضي في موضوع إعادة الانتشار أو نقاط المراقبة، وستجد في الأيام القادمة الفريق الحكومي يصل للحديدة ويلتقي مجددا بجوهات أو الجنرال الهندي المكلف بلجنة إعادة الانتشار، ولا كأن شيء لم يكن. أعتقد أن هناك للأسف تنازلات كبيرة جدا من الفريق الحكومي، وإن كانت تصب في مصلحة السلم وإنهاء الحرب وإعادة المواطنين لمنازلهم، ولكن يبدو أن الحوثيين سيفتعلون أيضا فعلة قادمة وجديدة في تنصو يعني تعرقل هذا الاتفاق وتعرقل جنوده وما يترتب. اليوم وصول جريفيث كان يعني أو الخطوة القادمة التي مفترض أن تتم هو انتشار مراقبين أمميين في النقاط التي نشرت خلال الشهر والنصف الماضية، أي بمعنى أن يكون هناك حفظ سلام أممي أشبه بقوات حفظ سلام أممية تنزل إلى نقاط التماس وتقوم بعملية المراقبة بجانب ضباط الارتباط، وهو ما يحاول الحوثي التنصل منه وخشيه ان يكتشف هؤلاء المكلفين من قبل الامم المتحده بالخروقات التي تمت، وان كانت قد رصدت ووثقت ونشرت صورها بشكل عبر الاقمار الصناعيه عبر طائرات التحالف ومن قبل خلال حفر الخنادق والانفاق وزراعه الالغام، ولكن للاسف الحوثيين كما قلت لك يعيشون يعني يستمدون قوتهم في اللاسلم، لا يمكن ان يعيشوا في مجتمع مسالم حتى لا يعني يتآلب الناس عليهم ويخرج الناس، ولذلك هم يحكمون قبضتهم على المناطق التي يسيطرون عليها بحجه الحرب وبحجه العدوان وبحجه اللاسلم، وهذا هو يدلهم منذ حروب صعده. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا من الحديدة. وأعود لضيف المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني ربما ما حدث اليوم ليس بالاستهداف الأول لفريق الحكومة ولا وأيضا ليس بالخرق الجديد، يعني هناك خروقات كثيرة حدثت لهذا الاتفاق وبالتالي استمرت الأمور ولم يتغير من الواقع شيء. هذا الاستهداف الأخير هل تتوقع بأنه قد يغير شيء من مجريات الأمور؟ كاعتقادي أنه لن يغير شيئا في مسار ملف الحديدة، ربما المزيد من التنازلات في على المستوى الحكومي والمستوى أيضا التحالف، المزيد من الخذلان المدنيين للأسف الشديد، المزيد من التراجع في عن القضية الوطنية فيما يتعلق بتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، تحت ياسطة السلام التي لا تؤمن به الميليشيات، وتحت ياسطة السلم والحوار والاتفاق التي تتنصل عنها الميليشيات. بات المواطن البسيط العادي هو الذي يتكبد مرارة كل هذه السيناريوهات التي تحدث والتي بدأت من ستوكهولم وانتهت إلى نقطة ارتباط لا يتجاوز مسافتها 2 إلى 3 إلى 5 كيلومترات وهي مخترقة، حتى أن أبيهيجيت جوها رئيس اللجنة المشتركة يتحدث بأن فريق الارتباط لا يستطيع أو لا تستطيع الفرق الأممية اللوجستية بإيصال المواد لضباط الارتباط في هذه النقاط، إضافة إلى خشيتهم من المتفجرات والألغام التي ترفض الميليشيات تسليم خرائطها، وبالتالي في اعتقادي
إذا لم يكن هناك قرارا سياسيا شجاعا من قبل الحكومة الشرعية، وإذا لم يكن هناك أيضا قرارا أخويا من التحالف أيضا شجاعا لحسم معركة الحديدة، فإن بقاء الحرب المفتوحة طبعا تنعكس مأساويتها وكارثيتها على الإنسان التهامي وعلى الإنسان في محافظة الحديدة، التي انطلقت منه مباحثات واتفاقيات استقام على أساس أنه ملف إنساني. اليوم هناك العشرات من القتلى والجرحى، المجازر التي ترتكب في بحق المدنيين، التدمير الحاصل، نهب الممتلكات، الأوبئة التي تسرق الميليشيات الإغاثة والأمطار، والأدوية التي تصل إلى أو التي تمنع الميليشيات من إيصالها إلى المناطق المنكوبة في الجراحي والزبيد وبيت الفقيه والحسينية وغيرها من المناطق الشمالية والجنوبية في محافظة الحديدة. ما يحدث أخي في محافظة الحديدة مأساة، ويجب أن تتحمل الحكومة الشرعية القرار الوطني التاريخي وهو حسم معركة الحديدة. أما بقاء الحرب مفتوحة فإنها للأسف الشديد ستزيد من أوجاع اليمنيين عموما وأوجاع أبناء الحديدة خصوصا، وستطير وطمة عارف في جبين الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من المأرب. وأرحب الآن بضيفي من مدينة إسطنبول، سينضم المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة. دكتور مساء الخير. مساء الخير أخي العزيز. أهلا بك دكتور. يعني ما الذي يمكن فهمه من تكرار الاستهداف الحوثي للمخا كمركز لقيادة التحالف في الساحل الغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحركة الحوثية كانت تحاول على مدى الشهور الماضية والأيام الماضية يعني بأن تحدث أي اختراق عسكري وأن تتقدم عسكريا في بعض المناطق، فلما فشلت الحركة الحوثية في التقدم عسكريا على الأرض أرسلت صواريخها، وأيضا أرسلت يعني بعض يعني قامت باستهداف هذه المناطق بشتى أنواع الأسلحة. معنى ذلك أن الحركة الحوثية تكبدت خسائر في الأرواح ولا تستطيع التقدم عسكريا، ولذلك قامت بالاستهداف عبر الصواريخ وما إلى ذلك. كما أن الحركة الحوثية ونحن نعرف أنها مرتبطة بنظام الإيراني تريد أن ترسل رسائل للمجتمع الدولي وأيضا للمجتمع الإقليمي بأنها يعني ليست ضعيفة كما يتوهم البعض، وأنها جاهزة لكل الاحتمالات، وأيضا تريد تحسين شروط التفاوض. نحن سمعنا مؤخرا بأن هناك يعني تفاوض غير مباشر أو أن هناك حوار غير مباشر مع الحركة الحوثية في مسقط، لذلك هي تريد أن ترسل عدة رسائل من خلال هذا الاستهداف. نعم، لكن دكتور يعني كيف يمكن ربط ما يحدث من استهداف عسكري حوثي للمخا بعودة قيادات عسكرية محسوبة على طارق إلى حضن الحوثي في صنعاء؟ طبعا لا يستبعد بأن هذه المجموعات المسلحة التي تتبع العميد طارق صالح بأنها مخترقة من قبل جماعة الحوثي، وبالتالي لا يستبعد بأن من يعطي الإحداثيات للحركة الحوثية هو متواجد بين هذه المجموعات المسلحة التابعة لحركة داعش. ولذلك الجيش الوطني بكله مخترق، والدولة مخترقة، والبلاد كلها مخترقة من قبل يعني الأنظمة الإقليمية ومن قبل جماعة الحوثي، وهناك من يرفع بالإحداثيات. ونحن نعرف جيدا ما الذي يعني يجري في مأرب وفي بعض المناطق الأخرى. إذن الحركة الحوثية لديها أتباع متواجدين، قد ربما يعني متواجدين بين الجيش الوطني، وقد ربما متواجدين حتى مع طارق عفاش، وهم يعني مقربين منه، وهم من يرفعون له الإحداثيات. نعم، للحركة الحوثية أقصد. نعم، لكن دكتور ثمة من يقول أن ما تحقق عسكريا في الساحل التهامي والغربي عموما يعني لن يصمد في حال أوقفت الإمارات دعمها للقوات هناك. يعني إلى أي مدى يعتبر هذا الطرح صحيح؟ بكل تأكيد، لأن هذه المجموعات المسلحة لا تقاتل في إطار الدولة اليمنية، وبالتالي هي تقاتل في إطار الأجندات الإماراتية وفي إطار ما يملى عليها من دوائر صنع القرار الإماراتي. وبالتالي في حال عودة هذه المجموعات المسلحة إلى حضن الدولة بطريقة رسمية، وقامت الدولة بالإشراف المباشر على هذه المجموعات المسلحة، وأيضا الدولة تدخل بشكل رسمي، بكل تأكيد سيكون هناك تعزيز يعني عسكري وما إلى ذلك. لكن أن تبقى هذه الميليشيات المسلحة بلا غطاء إماراتي، بكل تأكيد نحن في منطقة صحراوية يعني مفتوحة، وبالتالي كترب ما لا يستبعد أن تقوم الحركة الحوثية باجتياح هذه المعسكرة إذا لم يكن هناك يعني غطاء جوي يحمي هذه المناطق يعني من خلال الباتريوت وما إلى ذلك. ونحن رأينا أنه لو لم يكن التحالف العربي متواجد ويعني أسقط بعض الصواريخ، لا حدث ما لا يحمد عقباه.
نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل دشيلة محلل سياسي يمني، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.